مصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بما أن الله سبحانه وتعالى أسلم له كل الكون الكون كل الكون والذي يخالف التكوين مصيره مصيره الهلاك لكن هذا الربط نحن منه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم الآية الكريمة ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم يحسبن مثل ما أخذناها أكثر من مرة أصل فعل هو يحسب لا يحسب وإذا يعني نحرك أصل فعل هو لا يحسب يعني باعتبار لاكو ناصب ولاكو جازم ولاكو فتشي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم نملي لهم يعني من عجل لهم العقوبة يعني نمهلهم مو أحسن مو نهملهم وإنما نمهلهم جيد لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم هذا الإملاء لا يتصورون لا يحسبون لا يظنون ها لا يحسب يعني ظن لا يحسبون بأنه خير لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إذن الإملاء هو ليزدادوا إثما هنا سؤال شو أن نعلي ليزدادوا إثما هاي اللام يسموها لام العاقبة يعني ينتهي أمرهم إلى هالشكل يعني مو هي السبب مو هي العلة مو رب العالمين هو يعني ديطيهم مجال حتى يصيرون هالشكل حتى يزدادون إثم مو هالشكل يعني مو العلة مو ديطيهم مجال مو هاي العلة العلة هو كفرهم العلة هو خروجهم عن يعني عما يريد الله عما يريده الله عما يرضي الله هي هاي العلة هو هذا السبب لكن هذا الإملاء هذا الإمهال هذا راح يخليهم يزدادون إثم بحيث تنتهي عاقبتهم إلى جهنم وإلى يعني سوء العذاب فهاي يسموها لام العاقبة يعني حتى ليش يمهلهم رب العالمين ليش يمهلهم ها
حتى بهذا الإمهال، يعني قصدي بهذه احنا قلنا يعني الإمهال حتى يعني بهذا المعنى، بمعنى ما يعجل عقوبتهم. فهو ليش ما يعجل عقوبتهم؟ ما يعجل عقوبتهم حتى هاي نعبر عنها الاستدراج، نعبر عنها الابتلاء، نعبر عنها الامتحان، تعبير من هذا القبيل. اختبار ضمن سنن الله سبحانه وتعالى، هو راح يزداد إثم ببقائه. لاحظوا ولا يعني ببقائه في الحياة الدنيا وبكفرانه وبعصيانه وممارسة للمحرمات، فيزداد كفرا ويزداد إثما. ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر يعني ليترك، يخليهم يعني يتركهم والشكل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المسلمون. شلون؟ جنابكم تدرون أنه المسلمين كان بيهم مؤمنين صادقين وبعض المسلمين غير صادقين، فقسم منهم منافقين غير صادقين في إيمانهم. زين ذولا طبعا جنابكم تدرون هم يعني يعلنون الشهادتين ويمارسون العبادات، فهل يتميز هذا من هذا؟ أو بتعبير ثاني، هل يتميز الخبيث من الطيب؟ يتميزون لو لا؟ فالآية الكريمة تقول رب العالمين أيها المسلمون ما راح يترككم أنتوا بحيث ما تقدرون تميزون بين الـ بين الـ بين الـ الخبيث وبين الطيب. هاي الخبيث والطيب مهم، لأن شوية راح يعني قصدي ما أريد نبدلها بين المنافق والمؤمن الصادق، خليها على ما هي عليه. الآن شلون هذا يكون من خلال سنة الابتلاء وسنة الاستدراج، وقلنا من خلال الاختبار محكات، مو قلنا هاي محكات، من خلال هاي المحكات يتميز الإنسان الصادق من الإنسان غير الصادق. الله سبحانه وتعالى يميزكم من خلال سنن، من خلال قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى في الكون، سواء كانت اجتماعية أو طبيعية أو غيرها. الآن هاي السنن، سنة الابتلاء هي اللي تميز. فرب العالمين ما راح يطلعكم على الغيب ويخليكم تميزون هذا عن هذا بلا امتحان، بلا اختبار، بلا معاناة. لا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب من خلال السنن، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، إذن ليس من خلال الغيب وليس من خلال الوحي، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. نعم، الله سبحانه وتعالى يجتبي من رسله من يشاء ويطلعه على بعض الغيب. هذا إيه؟ صحيح. ولكن أن تكون هي يعني تكون الاطلاع على الغيب لكم بحيث تلغى السنن وبحيث أنتم تميزون الآخرين يعني الصادق من غير الصادق من خلال الاطلاع على الغيب عبر الوحي، هذا لا يكون. يعني لا يكون بأي معنى؟ مو بمعنى أن الله لا يطلع أحدا على الغيب، مو بهذا المعنى، وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجتبي بعض الرسل، يجتبي من رسله من يشاء ويطلعه أيضا على ما يشاء من الغيب. فإذا باب الغيب ليس موصدا، ولكن مو بالطريقة اللي أنتوا تقولوها بحيث تردون تتعرفون على الصادق من غير الصادق من خلال الاطلاع على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الآن فآمنوا بالله ورسله، هاي واحدة. الثانية وإن تؤمنوا وتتقوا، صارت عندنا نتيجتين مختلفتين. واحدة تؤمنوا، شنو نتيجتها؟ تركوها هسه.
بس الثانية اللي الآية تتحدث عن من؟ عن الأجر مو؟ فلكم أجر عظيم. أجر الأجر العظيم بمن ارتبط؟ بمسألتين، بمسألتين، بالإيمان والتقوى، بالإيمان والعمل الصالح. إذن الإيمان، الإيمان يميز الخبيث من الطيب. فآمنوا بالله ورسله من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب. هذه هم تعطينا شيء، تعطينا يعني فد فكرة. الفكرة أنه الخباثة والطيب، يعني خباثة الذات وطيب الذات، خباثة المعدن وطيب المعدن، معدن قضية فكرية، قضية عقدية، قضية اعتقاد. الإيمان وعدم الإيمان مو قضية سلوك. واضح إن شاء الله؟ يعني هناك فرق بين المسلم حتى وإن لم يكن ملتزم، وبين افترض الكافر. مجرد أن يكون هذا مسلم هذه فد ميزة. هذا أحسنت، العقيدة، مجرد العقيدة هي فد ميزة، هي النقلة من خانة الخبثاء إلى خانة الطيبين. سؤال، هل هذا خلص يعني بعد يعني نجا؟ لا، ما نجا. حصل على أجر؟ لا، ما حصل على أجر. حتى يحصل على أجر فلازم أكو عمل، أكو عمل صالح، أكو تقوى. لاحظوا الآية، الآية أو مقطع الآية، فآمنوا بالله ورسله، يعني مو بس بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بكل الأنبياء والرسل اللي مضوا. الآن وإن تؤمنوا وتتقوا، الآن شو يصير؟ فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآن نتحدث عن الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله هو معنى عام، يعني مو بالضرورة إنفاق مالي، إنفاق مادي. لكن الآية الكريمة تتحدث عن الإنفاق المالي. الآن هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، لا يتصورون هذا خير لهم، هذا شر، لأنه بيوم القيامة راح يتطوقون به، يعني راح يكون ملازم لهم، وبالنتيجة يعاقبون على هذا. الآن لاحظوا التعبير بما آتاهم الله من فضله، ما قالت الآية الكريمة مثلا ولا يحسبن الذين يبخلون بالمال مثلا، ما قالت هالشكل. هنا حتى تأكد نقطة، حتى تأكد نقطة الفضل، أنه هذا رب العالمين، هي أموال رب العالمين، يعني هو عطاء رب العالمين، هو الله آتاكم هذا من فضله، فكيف تبخلون به؟ كيف تبخلون به في مجال الإنفاق في سبيل الله اللي هو أعطاكم إياه؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. شلون؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ليش شر لهم؟ لأنه هالشكل، لأنه سيطوقون، هاي النقطة. ليش صار شر لهم؟ ليش صار مو زين لهم؟ لأنه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض، خصوصا في يوم القيامة. طبعا لله ميراث، كلمة ميراث يعني تنطي أنه بعد فناء العالم، مو بعد فناء الناس، لأن عملية إرث عندنا هنا، إرث يعني غير قضية ولله ملك السماوات والأرض، هنا قضية إرث عندنا. عادة يعني الناس تتصرف يعني بما تحت أيديها على أنها ملك إلها، وكأنما ملك حقيقي، مو؟ هو هذا الملك اللي احنا نتصوره ملك حقيقي او شيء من هذا القبيل، هو هذا، حتى هذا الملك اللي هو بالاصل هو مو ملك حقيقي، حتى هذا الملك بيوم القيامة ايضا راح ينتهي. يعني ماكو واحد بيوم القيامة راح يشعر اكو مالك غير الله، ماكو واحد. يعني هنا بالحياة الدنيا مثلا
الكل يشعرون أنه هم ملاك، هذه أموالي، هذه أملاكي، مو صحيح؟ أنه يشعر هو يملك ويشعر الآخرين هم يملكون. هو بالحقيقة لا مالك، يعني مو 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 ملكية حقيقية. لكن بيوم القيامة حتى هذا الشعور بالملك اللي احنا نشعر به الآن، هذا هم بعد ما موجود. الكل يشوف نفسه لا يملك شيئا. فالميراث، كل الميراث والملك، كل الملك سوف يكون لله سبحانه وتعالى. والله بما تعملون خبير، عادة مثل هيك جمل بها بعدين، دائما احنا يعني نذكر به، بعد ترغيب وبعد تحذير. يعني بما ان الله سبحانه وتعالى خبير او عليم او بصير، معناها شنو؟ معناها نحن تحت الرقابة. فبيها من جانب ترغيب بالعمل الصالح، ترغيب بالطاعة، ترغيب بإطاعة الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت بيها تحذير من معصية الله سبحانه وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآن اللي قالوا هذا القول هم اليهود. سنكتب ما قالوا، وبعد شنو؟ وقتلهم الأنبياء. سنكتب أيضا ما قالوا، ونكتب أيضا قتلهم، أحسن، قتلهم الأنبياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الكتابة واضح أنه الحفظ، يعني الله سبحانه وتعالى سوف يحفظ هذا القول عليهم، وسوف يحفظ أيضا قتلهم الأنبياء وغيرها من المعاصي أيضا عليهم. يعني هو علي من الكلام عن الناس اللي قالوا الله فقير، مو صحيح؟ وإحنا أغنياء. وذولا وين كانوا عايشين؟ بزمن الرسول. فالآن بزمن الرسول يكتب عليهم قتل الأنبياء، ذولا ما قتلوا الأنبياء، فشلون؟ هذا سؤال. الجواب لأنه هم راضين بفعل أسلافهم فيتحملون وزر ذلك، وبنفس الوقت هم أصلا ربما على نفس المنهج، على نفس الخط. يعني لو أتيح لهم لقاموا بهذا العمل. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الآن ذوقوا عذاب الحريق، هاي قضية مهمة، يعني النار الملتهبة. لأنه مرات يعني قد يكون، افترض مثلا يكون أكو نار، أو أكو مثلا يقول لك عاقبة بالنار، أو عاقبة شوي، مو هالشكل بتعبيرنا. الآن ضروري هذه يعني لازم هتشي حرارة، لازم بي ملتهبة تكون، لا مو إلا ملتهبة، مو كثير الآن من الأجهزة افترض مثلا تحمى وصير حمرة وصير جمرة وصير كل شيء، مو بس ماكو لهب، ماكو لهب. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا شنو هاي العقوبات؟ العقوبات بما قدمت أيديهم، يعني أحسن، يعني بما فعلوا بكفرهم، بجرائمهم، بمعاصيهم، هو هذا سببه. الآن سؤال آخر، هل أن هذه العقوبات يكون فيها شيء من الظلم، نعوذ بالله، من قبل الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. لا ظلم من حيث مقدار العذاب، ولا ظلم من حيث طبيعة العذاب، ولا ظلم من حيث مدة العذاب. أصلاً ماكو ظلم. يعني كل ما يقع من عذاب فهو ضمن الاستحقاق وبلا ظلم. ذلك بما قدمت أيديكم، وهذا العذاب وهذه العقوبات منشأها أعمالكم. أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هنا هؤلاء أيضا يتحججون بحجج أنه هم
لا يؤمنون مثلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم عهد إليهم يعني أمرهم قالهم أنه لا تؤمنون ولا تطيعون ولا تصدقون أي واحد يدعي النبوة مثلا أو يدعي الرسالة إلا إذا يعني يجيب لهم قربان، يعني قربان هو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وتنزل النار على هذا القربان وتأكله يعني تحرقه. هذا كان المقياس أنه يقربون قربان وتنزل النار على القربان وتحرقه. قربان كل ما يقدم افترض من حيوان أو غيره. الآن هذا حجتهم. الآن القرآن أو الرسول يعني من خلال الوحي شلون يجاوبهم؟ يقول لهم خو الأنبياء السابقين هم جوكم بالبراهين، قدموا لكم البراهين على نبوتهم وعلى صدقهم، وهم جابوا لكم القرابين اللي تقولون بيها تردون قربان جابوا لكم، ومع ذلك انتم ما آمنتوا وقتلتوهم، فأنتم ليسوا صادقين. نعم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذا نوع من التسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه فإن كذبوك فلا تهتم، قضية مو خاصة بك بس، يعني قبلك أكو رسل أكو أنبياء كذبوا وعذبوا وحوربوا وقتلوا كلها. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، جاءوا بالأدلة بالبراهين على رسالتهم وعلى نبوتهم. والزبور يعني المكتوب، ويجوز تشوفون ببعض الكتب مثلا يعطيك فكرة، لو يعطيك مثلا حكم لو شيء من هالقبيل، ورا كم سطر يقول لك الحكم المزبور، ما أدري أحسنت يعني المكتوب اللي كتبناه افترض قبل شوية. فالمزبور يعني المكتوب. ها الآن الزبر جمع فيعني هو بالأصل زبور، جمعه زبر، والزبور معناها المكتوب. زين أحسنت. هسا عندنا شيء ثاني، هسا أنا دائما أربط بالقضية الاجتماعية. أكو عندنا فت كلمة يستخدموها يمكن معروفة على مستوى واسع، يقول زبرة. زبرة سامعيها مو زبر؟ زبر يعني شنو؟ شنو يعني زبرة أو زبرته؟ ها يعني زجرته. زبرة يعني زجارة. فأيضا الزبور هنا قد تكون مشتقة من نفس هذا اللفظ، بمعنى الكتاب الذي يحتوي على الزواجر. أحسن، لأن عملية الزجر زبر، إحنا بالعامية نستخدمها، يقول زبر زبرة، يعني بتعبيرنا نهارة أو زجارة. أحسن. الآن نفس هذا الزبور قد تكون مشتقة من هذا اللفظ، ومن هذا اللفظ اللي يعطي هذا المعنى، أنه هو كتاب المواعظ، كتاب الزواجر، يعني الذي يزجر. إذا صار عندنا شكلين، يعني صار عندنا زبور أو زبر أو كتب مواعظ وكتب زواجر وكتب أخرى أيضا منزلة من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن مو هي زواجر مو هي مواعظ. فعندنا كتب زواجر خاصة بالزواجر وكتب أخرى. فالزواجر عبر عن القرآن الكريم بالزبر، وبالإضافة للكتب الأخرى اللي هي مو زواجر. الآن خليهن كلهن ذني، يعني قصدي الزبر والكتاب. الكتاب يعني الكتب، يعني هو يعني يعني شلون هذا للجنس، نقول يعني كل كتاب. إذن المجموع هالشكل، إذا خليناهن ذني المقصود أنه ما أنزل من قبل الله سبحانه وتعالى سواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع، هذا المقصود. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
إذن هذه إحدى السنن التي نتكلم عنها، متكلمنا عن سنن واحدة من عدنها ما هذه، أنه كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هنا يوفي يعني يحصل على الأجر كاملا. حتى احنا يعني بالعامية نقول وفيت ديني، مو شنو وفيت ديني؟ يعني كله، يعني كملته، ها يعني كملته، يعني مثلا افترض أخذه أو أعطاه وافيا، يعني أنت مو قاعد تسدد وتقول وفيت ديني، ما تقول وفيت ديني، صح؟ من تكمل يعني ورا ما يكتمل هذا يلا تقول وفيت ديني. الآن نفس الكلام، نفس الكلام هنا، الآن يوفون يعني شنو؟ يعني يعطون الأجر كاملا غير منقوص. إذن كل الأجور، كل الأجر، كل الثواب راح تحصلون عليه يوم القيامة. ها، قد يستفاد من هذا أنه بعض الأجر تحصل عليه خارج يوم القيامة أو قبل يوم القيامة، والبعض استفاد من هاي العبارة يعتبرها استدلال على الحياة البرزخية، أنه باعتبار أنه هناك شيء من الوفاء لكن مو كل شيء، هناك شيء من الأجر لكن مو كل الأجر، يكتمل الأجر شو وقت؟ بيوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما طبعا ذائقة الموت يعني ترجع بالنتيجة، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الحساب والعقاب والثواب. نعم، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. هذه هم سؤال، زحزح عن النار مو كافية؟ لا مو كافية، لأنه زحزح عن النار شيء وأن يدخل الجنة شيء ثاني. لأن زحزح عن النار بس من يقول دخل الجنة؟ فلذلك يحتاج إلى الثنين، يحتاج إلى عنصرين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع عادة يقولون هو هذا، هو الذي يشترى أو يقتنى من أجل أن يتمتع به، وبالنتيجة متاع الدنيا مهما كان كثير فهو قليل لسببين. أول شيء لأنه هو يعني فاني زائل. الشيء الثاني أنه مقارنة بأجر الآخرة لا شيء، يعني حتى لو أعطي الدنيا وما فيها فهو مقارنة بثواب الآخرة وجزاء الآخرة ولا شيء. فإذا بكل الحالات مهما كان الثمن اللي يعطى في مقابل، نعوذ بالله أن الإنسان يحرف، مثل ما أخذنا يعني الأحبار اللي كانوا يحرفون بعض ما أنزل إليهم في مقابل أثمان، مو فمهما كان هذا الثمن، مهما كان عظيم ومهما كان كبير فهو يعتبر قليل بالمقاييس الدينية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أسلم له كل الكون.